نجمة برنامج ستار أكاديمي رانا سماحة قدرت إنها تنافس على جائزة شورتي أورد العالمية، وبعد يوم واحد بس من التصويت وصلت رانا للمركز الثامن عالميا، في منافسة قوية جدا مع مجموعة من النجوم العالميين زي طبعا جاستن بيبر. والمفاجأة إن نجم أرب آيدل محمد عساف دخل هو كمان المنافسة بعد ما وصل للمركز الـ11.